نفحات من عبق الماضي نسمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من أضعف الإيمان. في العدد الماضي تحدثنا عن اقتحام بريطان لغزة ومدن فلسطين كلها، بداية من بئر السبع ثم غزة ثم الخليل ثم القدس وكل المدن الفلسطينية. في ذات السنة 1917 تصدر الخارجية البريطانية بيانا تدعم فيه تأسيس وطن قومي لليهود بفلسطين، وفي ذات اليوم آرثر بيلفور وزير خارجية بريطانيا يبعث البيان على جناح السرعة إلى اللورد ليونيل روتشيلد رجل الأعمال اليهودي، ليقوم كذلك رجل الأعمال اليهودي ليونيل روتشيلد الذي بدأ في تأسيس الجمعيات اليهودية والتأسيس لبناء وطن قومي لليهود داخل فلسطين، وبدأ عمله مع الاتحاد الصهيوني وغيرها من الجمعيات، ليبدأ مباشرة ديفيد بن غوريون رئيس حزب الماباي المعروف الآن بحزب العمل اليهودي، يبدأ مباشرة المفاوضات مع الأمم المتحدة لإعلان دولة إسرائيل على أراضي فلسطين. وكان ذلك بعد ضغط من الجمعيات والاتحاد الصهيوني وحزب الماباي اليهودي على الأمم المتحدة، تعلن الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1948 إعلانها بتقسيم فلسطين إلى دولتين. هذا باختصار ما حدث من تسليم بريطانيا لأراضي فلسطين إلى اليهود، وهو ما كان متفقا عليه بعد الحرب العالمية، لتنسحب بريطانيا تماما من الأراضي الفلسطينية تاركة كل الأراضي لليهود يوم 14 من ماي 1948. Arab Palestine is a threat to Great Britain. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing for the world. أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، واعترفت بها مباشرة تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. بدأت العصابات والميليشيات هجومها على الأراضي الفلسطينية. في هذه الفترة الصهيونيون لم يكن لهم جيش منظم، بعض الميليشيات وبعض العصابات التي تولت تدريبها الجيوش البريطانية. هذه العصابات والميليشيات الصهيونية أطلق عليها في تلك المرحلة اسم منظمة الهجنة، التي تعتبر هي نواة جيش الاحتلال الصهيوني. هذا هو بمثابة تقدمة لتوضيح العناصر والأوضاع المحيطة بهذه المرحلة التي يعتبر أهم عنوان على أبوابها هو تسليم بريطانيا للأراضي الفلسطينية لليهود وانسحابها تماما من الأراضي الفلسطينية. وعددنا اليوم أول معارك النكبة معركة الفالوجة. قرية الفالوجة تبعد عن مدينة غزة 30 كيلومتر شمال شرق غزة، تتوسط الطريق الرابط بين غزة والخليل. قرية الفالوجة أبدت صمودا أسطوريا ومقاومة عنيدة وغير مسبوقة. مساء 13 من شهر مارس سنة 1948 تشن الميليشيات الصهيونية هجومها على قرية الفالوجة. في ذات اليوم تصل التعزيزات والإمدادات من المقاومة من قرية إسدود إلى قرية الفالوجة. يترأس جيش الإمداد المجاهد طارق الإفريقي. ليصل الجيش ويجمع المجاهد طارق الإفريقي كل عناصر المقاومة ويوحدها في جيش واحد، جعل على ميمنة الجيش
المجاهد محمد التونسي، وعلى ميسرة الجيش المجاهد عز حقي قائد ثوار المجدل، وجعل على القلب مقاومي الفالوجة وعلى رأسهم المجاهد طارق الإفريقي. أبدت المقاومة بسالة وصمودا أسطوريا ومقاومة عنيدة جدا، كبدت الصهيونيين خسائر لم يكونوا يتوقعونها من المعدات والأسلحة وحتى القتلى. بلغ عدد قتلى اليهود الصهيونيين 34 قتيلا، فيما ارتقى إلى جنات الخلد بإذن الله عز وجل 3 شهداء من المقاومة فقط. غنمت المقاومة كثير المعدات والأسلحة في هذه المعركة، وانسحبت الميليشيات والعصابات الصهيونية هاربة من قرية الفالوجة متفاجئة بقوة المقاومة وهذا الصمود الأسطوري. هذه المعركة كانت أولى معارك النكبة، وكانت الفالوجة كذلك مقرا لقيادة الجيش المصري وعلى رأسه القائد اللواء سيد طه الملقب بالضبع الأسود، وهذا موضوع عددنا القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، سلام عليكم. نسمات من نبض الهمة وصمود شرف حاضرنا وشموخ ينهض بالأمة مجد